نفضها سيرة يا فندينا ونجيب رقبته ونخلص. احنا على اخر الزمن هنعمل حساب لجعيري زي عربي ده ولا ايه؟ شوف بالذمة الكلام. اقول له طور يقول احلبوه. ما تقبض تاخده بطل جعجع. هو فرش طرش منك تقطع رقبة اللي هرش ولا ايه؟ وانت ليك فيها يا سيد؟ يابا انت تمامك تقعد هنا تتعلم وتسمع وبس ولا هتعمل فيها حاجة؟ عوض! لا تظبط كلامك هتفارق، سيد عنده حق. وشومية اهلك ما تنفعش في الحوار ده، فاهم؟ يا فندينا مش كده. بصراحة معلم حاجة تحت الدم، بس أنا شايف نفسك كده. قول يا أخويا. طالما قلب البحر اللي اسمه عربي ده عارف يقوم الموج علينا عشان يبلعنا، أنا شايف إن إحنا أمال حبتين، والموجة هتعدي وساعتها ترمونا على الشط، ساعتها بقى نشفي ونقطع. يبقى ما بتشوفش؟ هو في يا معلم رجالتك حصل لها إيه؟ واحد مش فاهم حاجة والتاني عايز ينخ زي النسوان، هو في إيه؟ اثبت معلمك بقى يا سيد. ماشي يا ابن عمي. دلنا انت عطلين. اولها كده طيب تقطع معايا العشم عشان ما اقلش منك قدام المعلم بتاعك. تانيها يا معلم، الليله من ناحيه عرابي برشام على الاخر، ما ينفعش تبقى عليه. امال على مين؟ على ايه مش على مين؟ الحاجه اللي رايحه له لو هي الكف اللي هنتسكي بيه لازم يتقطع قبل ما تمد عليها. المهم ما تشغلش دماغك، الليله دي انا هخلصها لك في سنتي. المهم دلوقتي انا عايزك كده في موضوع على انفراد، مش هينفع كده قدام الناس على هوا. اللي هو ايه ده يا حبيبتي؟ ارجوكي ما تصعبيش عليا الحكايه بزياده. انا عارفه اني غلطت وضيعت الفرصه ان انتي تنتهيني، بس صدقيني كان غصب عني. انتي مش بس ضيعتي منك فرصه ما كنتيش تحلمي بيها، لا انتي كمان خليتي منظري انا زفت قدام الناس. وعلى فكره انا عمري في حياتي ما حد عمل كده معايا. فاهمه فاهمه يا بوشي، بس صدقيني انا مش قصدي خالص اني ابقى السبب في ده. بالعكس انا عشان يهمني معرفتك جيت اتاسف لك تاني واعرفك الظروف اللي مريت بيها في البيت. وايه بقى اللي اتغير في ظروفك دلوقتي؟ اني هتخطب. وانت بقى فاهمه ان ده حل؟ بالعكس ده هيصعب امورك اكتر بكتير يا شاطره. الا اذا كان هيتقبل اللي انا هعمله وهيساعدني كمان. وده مين بقى الاوبن مايند ده؟ صلاح. صلاح؟ اه صلاح اللي ريحه كلمتك عنه. مش عارفة؟ بس ده أختك بتحبه. إزاي هتتخط بيه؟ هو طلبني أنا. عادي. ورحاب عرفت؟ دي منهارة. بس عادي برضه. بكرة تتعود. خرب بيتك. أنتِ فعلاً قدرتي تعملي كده في أختك؟ عشان أعرفك إني مصممة وعايزة أوصل. بس كل اللي أنا محتاجاه منك إنك تديني فرصة تانية. وأنا هشرفك والله. ما خفتيش عليها؟ هي اللي عملت في نفسها كده وانا استفدت منها مش اكتر. يا سلام يا ام كلثوم، الله يرحمك يا ست، بتنحر من قلبها زي ما تكون موجوعه بالظبط. وزي ليه يا خال؟ مش يمكن تبقى موجوعه بجد؟ هو في حد مرتاح الايام دي؟ وهو على ايامها كان في شقه زي الأيام دي؟ كان زمان الروقان وعز العز، حتى التعبان فيه كان مرتاح. مالك يا حبيبتي في إيه؟ مفيش، رحت في وصلة النكد اللي أنت مطربقها على دماغي. ليه كده يا حبيبتي؟ اسمتي ونصيبي، هعمل إيه؟ سيد خطوة عزيزة يا ابني. طب انا هوصل اجيب حاجه وارجع على طول بالاذن يا ابني. تشكيلي لابويا يا ميسا. لقيتك مسترخص مع عزتي، قلت اسوق عليك اللي عمرك ما هتكسفه. صح، عشان كده انا جاي اطوع ورديه واسمعك الكلمتين اللي عايزه تسمعيها. بس على الحرام يا ميسا لو اشتكيتي لحد تاني اللي هتشوفي اوسخ وش شفتي في حياتك. جرى ايه؟ جبت القسوه دي منين؟ كل ده عشان غلطت مره. مره يا سيد؟ ما انت ياما. انا عمري ما كدبت عليك من ساعه ما فتحت لك قلبي. حتى اوسخ سنه في حياتي خبيته على الخلق كلها، على اخواتي، على ابويا اللي انت ركبتيني حقه، بس ما خبيتوش عليك انت. وانا كدبت عليك في حاجه عيشه؟ أنا داريت عليك عشان المصلحة، ولولا خوفي منك أنا كنت عامل. منك ليه؟
وانت كل واحده فيكم تركب الغلط تيجي مساحه في خوفها مني وانا ايه؟ قول وانت شفتوا مني ايه غير طبطبه وحنيه وعشره ما طمرتش فيكم؟ عملت لكم عشان تخافوا مني. هتنطقي يا ميسه؟ الكلام مالوش عايزه يا عين ميسه. لو انت شايفني وحشه وبنت كلب وما استهلكش يبقى خلاص سقط عليك قلبك وهو يقولك مش قبل ما اصفى من ناحيتك ولحد ده ما يحصل ما تسالنيش في حاجه انت فاهمه بوشي انا اسفل تاني.